الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يلا الراجل مستنيين دغري زي ما انت. يعني احمد الله يرحمه ممكن يا ابنك انت وانا ابني لسه عايش ولسه مجرد احتمال؟ يعني هنحتاج نعمل تحليل دي ان ايه لحضرتك مع عمر عشان نتاكد. ممكن امتى؟ بس وقت. الحل الوحيد في حاله عمر ان يتعمل له عمليه زرع نخاع، ولازم حد من اخواته اللي يتبرع. طب هو انا ممكن اجي ازوره انا والمدام؟ أيوة يا أمينة، أنا في الرعاية عند عمر. اطلعي الأوضة أنا جاية لك. مدام ليلى، مامة عمر. أهلا وسهلا. أستاذ عبد الله وبناته. الأوضة الجاية. هما دول؟ ليه جايين هنا؟ طلبوا لنا ما يشوفوه، ما عدتش اقول لهم لا يا ليلى. ليه هي نتيجة التحليل طلعت؟ كتالي احنا مش متفقين. احنا متفقين يعملوا التحليل يشيبوا لغاية هنا ويشوفوا. اهم حاجة دلوقتي نطمن على عمر. انا مش مستعدة ياخدوا عمر مني. انا قلبي هيوقف من مجرد الفكرة.